C'est Horia l'enseignante. Aujourd'hui, on va voir les gâteaux du mois de Carême, Ramadan, au miel. Si vous voulez voir comment les préparer, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bouchbouchati, habibati, إليكم اليوم المعسلات. معسلات رمضان المخارقة وصباع العروسة زلابية هايلة. يلا نبدأ على بركة الله. دون ان ريسيبيون في بول نديرو كاس دقيق، كاس سميد رطب، وكاس فرينة، يعني كاس كاس. هنا نغربلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد المعسلات يجوا هايلين وفي سعي يوجدوا هكا. واش نقول لكم، يعني جربوهم سيتو في ايامات رمضان السهرات، يعني نحبوا حاجه حلوه نطلعوا بها السكر، خاطر النهار كامل هو صايم الواحد، يشرب شويه تاي ولا قهوه حليب ولا نعناع ولا زعتر ولا هكا، يجوا اروع ما يكون. هنا نغربلهم ونزيد لهم مغرفة خميرة صغيرة نتاع الخبز، ومغرفة صغيرة سكر، ولا وندير لهم نص مغرفة خميرة كيميائية، ونص مغرفة ملح، وعندي الزعفران والكركم. عندي الزعفور هنا نتاع الغابة والكركم، ومغرفة فاني، فوالا مغرفة الخميرة هاديك صغيرة. عندنا كاس سميد، كاس فرينة، مغرف خميرة، ونص مغرف ملح، مغرف لافاني، ونص مغرف تاع خميرة كيميائية، ومغرف وشوية تاع سكر. نخلطهم مع بعضهم النواشف هادو، وربع كاس زيت، ربع كاس زيت، ونخلط شويه ما دافي، ندير لهم شويه كركم باش يجوا صفوره. فوالا، ودرت لهم الزعفور. انا عندي زعفور الغابه نتاع توغورت نتاع الصحراء، يعني خدمت به. يعطيك الصحه يا سوسو، قالت لي ديري الزعفور مليح بلاص الزعفران، هذاك هو ويصفر. ربع كاس زايد شويه يعني تاع الزيت، خلط مليح، ولك الكركم، وعندي الزعفور، ولا هاني قلت لكم عليه. نديرو في شويه ماء سخون، يعني دافي موش سخون، لان راح نعجن به المخارق نتاعنا. المخارق يعيطوا لهم المخارق، ولا صباع العروسه، ولا الزلابيه تو سامبلومون. نخليهم شويه يطلقوا دوك الشعيرات نتاع الزعفور، هكا هو زعفران صحراوي. حنا بيجي يجينا كميه بالكميات الكبيره هدايا في الغابه، يكون وحايد يقدروا يخرجوا منه كاش ايسانس ولا ايه. هنا نخليه دكوتي ونعجن. فوالا، نعجن بشويه ما دافي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ديروهم تعرفوا، تخلوهم كان بغيتو خلوهم شويه يبردوا وحطوهم في الكونجيلاتور، كل يوم خرجوا زوج ثلاثه، تجيكم العمليه سهله، ما تتعبوش كل في رمضان. هاد الايام بعد خدموهم بحول الله. الدراري يبغوهم الكبير والصغير، رانا حطيتهم في الكونجيلاتور، كل مره نجبد وحده ولا زوج وناكل، يعني شتي السكر حوايج الحلوه يا حلوين انتم. هنا ما نعجن ما والو، نلم لموهم لمان. فوالا كنت تشوفوا فيا مانيش نعجن، لم هذيك الفرينه وذاك السميد مع بعضاهم، ساهلين ماهلين. باهي تقولي من يلعب. هذه تدبيره مليحه لرمضان، والدراري يشتوا الحلاوه، حتى الكبار يشتوا الحلاوه، ولا العزوج كي تدكي لها حبه حلوه في فمها تعود الله فرحانه، تمص وتعاود تجو كان ما فيهاش سنين بعد. وفليو يا هدايا الفليو الله. تقولي غلبتني الضحكه، تقول مش قد قد قيل نروح نداوي، لاباس عليا كا هو انا ديما نضحك.
اللي ما يبغيش الضحك يفوت هاد اللقطة هاد. لا لا، الناس كل يبغوا الضحك، وش بيكم هاد؟ ندغدغكم هو دق 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 في الباب. المهم هادي قلت لكم لموها المال ما تعجنوش، وخلوها تطلع غطيها ببابي سيلوفان. ضربني الهوا في الصيف قريبي وحامي الحال. ايه بعد ما طلعت شوية درت لها واحد نص ساعة خليتها واش نص ساعة كل يعني ربع ساعة، وربع ساعة في اللي كين نخدمهم نقول لكم كيفاش. المهم كي تشوفوها طلعت شوية ديروها خاطر الدنيا بدات تحمى. هنايا ديروا ان بودان وعاودوا لموه باش يجيكم قد قد، يعني نقصوا منه نص ومن بعد ديروا ان بودان طويل باش يكون مخارق. درك انا درتهم صغار هادو، والعجينه الزوجه هذيك نديرهم شويه طوال باش تبغوا. كان بغيتو ديروهم كبار كان بغيتو ديروهم صغار، يعني المخارق هادو يا ديروهم بربع ثقب بربع قعرات، ولا بخمسه كاين اللي يديرهم حتى ثلاثه صغار، يعني يجوهم صغار ياسر. مالا هادو ما متوسطين، وكاين الكبار يا اما ديروهم بيديكم ولا ديروهم بكش عود ولا مغرفه تاع العود تخلطوا بها الذي منه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندي دون زاغي سيبيون شويه عسل، عسل ثقيل نورس هذاك ولا النورس ولا شي يقولوا له داك، المهم تاع البيدون. هنا يعاودوا ثقبوهم باش يدخل فيهم الطياب. الزيت يسخن انا راه قليله، يعني يسخن ومن بعد كي يسخن متوسط، يعني النار متوسطه. ديروا المخارق نتاعكم الزلابيه نتاعكم في الزيت وما تحركوش حتى تشوفوهم حمار لتحت ويبانوا هكا حموره. قلبوهم بالعقل مش ما يتفتوش، فوالا سهله والله ما كاش ما سهل منها. ما يشربوش حتى الزيت، واحد البنه فيهم وراك وحدايا نعطيكم نتشا نتشا والله. روحوا عاونوني بصح مش نجيب لكم كبيره على روحي. الله يكبرنا على طاعته وشفاعته يا رب، طاعته ورضاه. يلا يلا نشوفهم حمارو من المقلة طول هذاك، مادام مسخونين ديروهم في العسل البارد وما تمسوهمش حتى يشربوا، خلوهم نتوما تقلوه نتوما تحطوا هذوك يشربوا شويه. ديك هذاك هما حلاوته في داك الشراب هذاك تاع اللي كيشربوا داك العسل، وما يجوش حلوين ياسر على بالكم والله العظيم. يلا جربوهم جربوهم حبيباتي بشبوشاتي في ديك من الزريب سمته. نعم بالعقل. لا انا نحطهم في كسكاس وحداهم بابي ابسوربون، يعني كارت داك اللي يمتص، وخلوهم يكتروا في هذا العجنه الاخرى. نديرو دي بودان طوال دركا، درك تشوفوا كيفاش. ها نديرهم قد بعضاهم، لكمتوهم مليح كيما حربشوهم مليح لكمتوهم. هاي لكمتوهم فوالا. ديروهم طوال شويه باش يجيهم خمس ثقب. دوك تشوفوا هاد الخمس ثقب كيفاش دايرين، راني يعني مسرعت لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. عارفين نصوروا ونعاودوا ونسيت وانا كل شيء وحدي المونتاج ولا ايه نعرف مهاني يعرف. بو هادي شوفوا درت خمسة ثقب يجوا طوال كبار وهكا، خلوهم يطلعوا غطوهم بالبابي سيلوفان عاودوا خلوهم يطلعوا يرتاحوا شوية. اكو دايرين الزيت وحطوهم يتقلاو كيما قبيلة ومن بيصلات الناس ما فيها حتى
ورمضان كريم، الله أكرم، ينعاد علينا وعليكم باليوم والبركات. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يعني المرأة يا كل يوم لازم، ماشي غير نهار واحد ولا في العام مرة واحدة، أنا عارفين، بصح احتفاء بداك اليوم العالمي فيه لذة، مش بيه خارج على الدين ولا حاجة الناس تتبقبق هيك، نو رانا مسلمين وعارفين ونحتفلوا ببعضانا، ولا واش فيها وردة ولا قرعة ريحة ولا حتى ما جابلكش حتى حاجة، ما جابولك حتى حاجة، واش عليه، المهم في التهنئة حتى بالفم الكلمة الطيبة حسنة يا ودي، راهو الواحد قلبه مضرور كما يقولوا، حتى من هاد الناس اللي تموت وحتى هاد الزلازل وهاد الأمراض وهاد لذاك، قلبه الواحد ماهوش مليح، ماهوش بيه، ماهوش مليح في دارهم، ولا كاين الناس اللي لاباس عليهم، مي مضرورة من هاد الناس اللي تسمعهم يموتوا صغار ويموتوا موت الفجأة، هاد الدراري الصغار مساكن اللي طاحوا في البلوعة، ربي إن شاء الله يرحمهم، يعتبرهم من الشهداء الأبرار إن شاء الله يا ربي، ويا ربي يصبر أهلهم ويصبرنا كل عليهم، تكون ما نعرفوهمش، إحنا مؤمنين نحسوا بالواحد، والله أنا تعرف غير أنا نوحل في الهواء، ولا ما هو هو ضربني، كي سمعت بيهم البارح هذوك الدراري، ولا غير غاضوني، كنت مساكن يخدموا وطاحوا مساكن ما رجعوش لماتهم، والله ربي يرحمهم ويوسع عليهم والبركة فيكم الكل، واش نقول لكم، والله الدنيا ما فيها والو، والله وأنا غير سمعتي غير منا، المهم هاولي كل المخارق تاعنا وجدوا بحول الله. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قلبي رقيق ياسر على الناس، والله وانا كاين اللي يحسني كاين اللي ما يحسش، ومدى بيهم راني ما كنتش كل في الدنيا، كاين عباد ما عارفين روحهم، بصحة والدنيا هي تجارب، عايلك شوفوا كيفاش، ما شوفوا حتى القلب راهي معسله، شتوها ها، ذوقوا شويه هشيشه لذيذه تهبل، ربي يبارك فيكم وربي يجازيكم كل خير. ما تنساوليش لي لايك، فوالا دوقوا شويه، يلا جربوهم، لا غير ساهلين سيتو البشبوشات هادو الصغار، يلا لايك لايك لايك، ربي يبارك فيكم، حفظكم الله وصانكم ورعاكم، شوفوا كيفاش يبركوا، شتوهم عليك ضربت فيهم شويه الضو باش تشوفوهم مليح على حقيقتهم، يعني شو كيفاش يبرقوا، الله يغيره. المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.